ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل سلسلة لعبة مستر بريبر مع بعض. تعالوا نبدأ اللعبة عشان ما نضيعش وقت، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عقبال ما اللعبة تعمل لودين، وكمان ما تنساش تصلي على النبي وتوحد الله في قلبك كده. ويلا نبدأ بينا اللعبة. انا هركز النهاردة في ان انا عايز اعمل حاجتين اساسيتين، ان انا اطور الورك بنش بتاعنا واحاول استكشف المنجم او الغابة. تعالوا نعمل الموضوع ده. تعالوا ننزل تحت الاول، احنا جعانين، نروح على التلاجة، معانا لحمة، معانا لحمة تاني، ماشي، معانا حتة لحمة ممكن تشبعنا زي الفل. احنا محتاجين ننزل الورك بنش ده نشوف، شوف الأول النهاردة يوم كام نفتكر. تمام، المفتش هيجي بعد يومين. نفتح هنا، عايزين نطور ده، محتاجين 15 حديد، 15 خشب، 5 ستون. احنا معانا بنزين ومعانا سيتس، السيتس دي ممكن ننزل نزرعها هنا. كويك كويك، يزرع يزرع، معنيش صح. طب محتاجين مية، مفيش مية فوق هنا، في مية هنا تقريبا، ناخد المية ننزل تحت هنا. حلو جدا، تعالى نرجع المياه، مش محتاجينها دلوقتي معانا. كل اللي احنا محتاجينه فلوس والبنزين ده والحاجات دي مش محتاجينها قوي، مش مشكلة. 14%، تعالوا نروح بسرعة على المنجم. تعالوا نستكشف المنجم أكتر ونشوف ايه الحاجات اللي فيه اللي لسه ما شفناهاش، ونركز على الميشنز بتاعتنا اللي احنا نعملها. عموما احنا كنا خلصنا الحتة دي قبل كده صح كده. تعالوا ننزل عند ليفل 1، احنا استكشفنا هنا تقريبا ولا ايه؟ خلصنا هنا. تمام، يبقى ننزل على ليفل 1 بسرعة شوية نشوف ليفل 1 فيه ايه. فيه المكنة دي. تمام، تعالوا نشحنها، نشحن زي الفل. تعالوا نشوف هنا فيه ايه. حلو جدا، تقول في شوية حاجات ممكن نبيعها هنا عند مستر بوب. تعالوا نبيع شوية حاجات دي لمستر بوب ونشوف هنستفاد منه بإيه. تريد، نبيع ده كله لمستر بوب. طبعا السهم اللي انتوا شفتوا دوست عليه دون هو بينجز، ان انا بدل ما اقعد اختار حاجات في تريد، في فاس هنا ممكن تعالى ناخده نستعمله كسلاح، او اكيد هيبقى ليه استخدام برضو. ننزل تحت، تعالوا نشوف الفاس ده ممكن نحطه فين، ممكن نستخدمه هنا. كويس، لان احنا كده كده العصايه بتاعتنا قربت ايه تتكسر، فده هيفيدنا اكيد هنا. تمام، تعالوا ننزل داون اسرع شويه. في هنا خفافيش نضرب، حلو قوي. نروح فين؟ ننزل تحت هنا، هنا في هنا مشروم، ممكن نروح فين؟ في هنا مشروم برضو. تمام، اسرع شوية دي، ممكن بقى نعمل ماين. تمام، احنا استعمل كويس ان احنا جبنا الفاز ده، هيساعدنا في موضوع الماين ده. اخدنا كده ستون تقريبا او حاجة. ايه ده، سكينة وذهب بنزين تيك اول، حلو جدا. ما ينفعش نقول ده ليه، ما ينفعش نقول ليه ما ينفعش نقول، مش عارف ليه ما ينفعش نستفيد منه الصراحة، هيفيدنا في حاجات كتير، نحط عندنا في البانكر نستخدمه يعني. بس واضح ان هو يعني فيه مشكلة او حاجة، مش مشكلة. تعالوا يلا بينا على المنجم، قصدي نشوف هنا هنكسب ايه. زي الفل، خدنا شوية حاجات حلوة، خلص على دول، حلوة وضربة واحدة هوب خلصت عليه. في هنا حاجة ممكن ناخدها، تو هيفي ده مشروم، معندناش مساحة. طب تعالى نطلع فوق نشحن البتاع ده بشوية البنزين اللي معانا، في كارت هنا عايزين نطلع له، حلو جدا. تعالى هنا نشحن ده ريتشارج، في حاجة هنا؟ لا، في بنزين، ممكن نسيب البنزين ده هنا مش محتاجينه. ما ينفعش اسيب البنزين ده هنا، ما ينفعش اسيب البنزين ده في الارض اصلا، هنا كده
ينفعش؟ لا ما ينفعش، لازم يبقى معايا. طب احنا ممكن نعمل ايه؟ في اكل معانا او حاجة؟ احنا معانا حديد ليه؟ الستون ده اللي خلينا. طيب تعال نركب فوق بسرعة، نروح نرجع الحاجات اللي معانا دي للبيت بتاعنا، ونحاول نرجع البيت بتاعنا بسرعة. يلا بينا، انا جعان الصراحة، فعايز اشوف الاكل اللي انا زرعته ده هيفيدني في ايه. بسرعة ننزل بسرعة هنا. تمام، احنا معانا ايه هنا؟ دول ما نعرفش نعمل بيهم حاجة. طب ممكن نشيلهم فوق هنا مثلا، وده وده دهب خليه معانا، معانا بنزين. الجوابات الحاجات دي انا غلطت ان انا طلعتها فوق، انزلوا تحت تاني معلش. شكرا، نرتب كده نفسنا بسرعة، الترتيب ده حلو ومهم. تمام، هنا السكينة، ممكن نفك السكينة دي هنا. والحاجة زي ما قلنا قبل كده، الحاجة اللي بنفكها ممكن نصنعها تاني يعني، فاحنا مش محتاجينها دلوقتي، نفكها كده. حلو جدا، معانا أكل مشروم ناكله. ايت اول، معانا هنا حديد مش عارف ايه. طب تعالى نسيب هنا، نسيب دول هنا دلوقتي. دول ايه؟ ميتال. تمام كده احنا معانا 10 ميتال، احنا محتاج 12 ميتال اصلا. حلو جدا، تعالوا نروح على المنجم تاني بسرعة، نعمل شوية حاجات برضه في المنجم. ممكن ننزل ليفل 1 عند فوق، نبيع له، احنا معانا تقريبا كريستالة أو ذهب حاجة زي كده، يعني نبيع بسرعة عشان نفضي الشنطة اللي معانا. محتاجين نكبر الشنطة دي، عشان كده أنا عايز أعمل كرافتنج للورك بيتش بتاعنا، لأن تقريبا ممكن يساعدنا في حاجات كتير يعني. شايفين السهم ده؟ دوس كده هيجمع كل الحاجات اللي معانا. فأنا أكيد لما الورك بنش يتعمل أو إن أنا أطوره، أكيد هستفاد إن أنا إيه ده. تمام خلاص، ننزل، هيخليني أعمل إمكانيات أو يخليني أصنع حاجات أكتر يعني. المهم إحنا هنيجي هنا دلوقتي، إحنا جايين للخرافيش دي. هوب، نديله. حلو جدا، خد ده خد ده خد ده خد ده. تمام تمام حلو. ليه؟ حلو، اطلع لي فوق هنا، في كارت اهو عايزين ناخده. فريم ماشي، اديهم يا رب الفاز ده يساعدني. حلو جدا، يلا يا فقران ادي ده. هوب، واحد اهو قشطة. في تاني؟ مفيش. خد ده، حلو جدا، تقريبا هيدينا فرصة ان احنا نروح ليفل تاني اللي هو ليفل 2 تقريبا. في صندوق اهو، بنزين وشوية حاجات لطيفة. مينفعش ناخد ده برضه، انا متضايق من الموضوع ان انا مش عارف اخد الحاجة اللي هنا دي، بس اكيد ليها حل، ليها حل. زي الفل، انزل هنا بقولك شوية المشروم دول. خلص على الكابتن ده زي الفل. احنا ممكن نروح فين؟ في حاجة هنا دي ايه؟ تو هيبش. طيب احنا معانا مشروم ممكن ناكله زي الفل. خد بقى اللي بتقول لك تو هيبش دي، حلو، دي حتة دهب هتنفعنا. طيب احنا كده خلصنا هنا، هنا احنا جينا قبل كده. تمام، نطلع جو باك، تعالوا نروح عند فوق نبيع له معانا شوية حاجات ممكن نبيعها على السريع. نعمل ايه؟ تريد يعني روب، محتاجين ننام مش عايزين ننسى. نبيع دول كلهم بسلام، يلا بينا نروح نشوف المكنة دي بسرعة 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 بسرعة. ريتشارج، افتح دي، مفيهاش حاجة لسه. يلا نرجع بسرعة عشان احنا محتاجين ننام، وده ممكن يعمل لنا مشكلة، ربنا يستر. يلا يلا يلا، الدنيا غيرت اصلا. الساعة 21، ننام 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 ننام. اوب، نام سليب زي الفل. كده احنا في اليوم ال 14 المفروض، فاضلين يومين والمفتش يجي. عايزين نخلص استكشاف للمنجم ونحاول
نظبط الورك بيج بتاعنا دون، عشان محتاجين نكبر الشنطة، محتاجين نعمل حاجات كتير قوي في الورك بيج الجديد. طيب ممكن ننزل هنا، احنا معانا هنا، سوري انا اسف، بتاع تاني بتاع تاني، معانا ايرون هنا، كارت تاني، بنزين، نكمل دول هنا، ماشي معانا 5 بنزين، معانا هنا، نرجع المنجم تاني بسرعة. هننزل لليفل 2 تقريبا، صح؟ ليفل 2، ليفل 2 نستكشفه. هوب، يا مسهل الحال، صلي على النبي كده، وتعالوا نشوف ليفل 2 فيه ايه بقى. ليفل 2 فيه مكنة تاني هنا، حلو جدا، يشحن، يديله. في هنا مرسوم ايه ده؟ حديد، ماشي، حلو جدا، حديد وذهب. ممكن اجي هنا كده، في اي حاجة هنا؟ مفيش حاجة هنا. ممكن انزل هنا، نستخدم بقى مصعد. هوب، وش وش وش، اوف، ليه 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 الغواطة دي؟ اوف، احنا جعانين، معانا حاجة ناكلها؟ لا، اوف، مشروع مشروع بسرعة. ايت او زي الفل، ماين ده. موضوع الاكل ده لازم نركز فيه يا جماعه، ان ممكن يحصل لنا مشاكل بسببه. اضرب دول، تمام تمام هنا، في هنا حاجه، ودي اي حاجه هنا، كانت بتزير، مقدرش اروح هنا. طيب اطلع لي فوق، كل الاتنين دول بالمرة، ينزل داون، شوف دول اخبارهم ايه، حلو جدا. ممكن اروح فين دلوقتي؟ ممكن انزل هنا؟ لا، انا مش شايف حاجة فعلا. ايه، فك لي حتة الطول دي، زي الفل. خد لي المشروم ده. ممكن ننزل فين؟ نيجي هنا مثلا، اه في حاجة هنا، تيك اول، حلو جدا. مينفعش برضه اقولك؟ لا، ماشي. طب ممكن نروح فين؟ يرجع هنا بسرعة، توين، في حباية مشروم هنا، وبعدين ممكن ننزل هنا، في صندوق هنا، ننزل. حلو أوي، معانا بنزين كده، حلو أوي، كتير هينفعنا في موضوع المكان. طب خلينا حافظين المكان ده، ليفل، ماشي. مينفعش أجي هنا؟ لأ، اطلع فوق، داون، زي الفل. احنا كده معانا بنزين كويس جدا، ممكن نشحن بيه المكان اللي معانا داون بشكل كويس. ومعانا شوية أكل هيساعدونا برضو، خد دي، خد ده، توهيبي. ليه بقى؟ انا معايا حاجات كتير. طب كل المشروم ده، كل ده، ممكن اروح فين؟ ممكن انزل دي، حلو جدا، موضوع لذيذ. ممكن اروح فين دلوقتي؟ في حاجة هنا؟ لأ. طب انا جاي هنا ليه؟ طب في الغالب احنا خلصنا كده هنا، نطلع فوق. طب وده نروح له ازاي؟ ايوه، اها، حلو قوي. فران، ماشي 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 يا موسى، اوه ما تخافش من الفران، حلو. الفران تاني صح؟ الاكس ده حلو جدا. في تاني؟ في تاني، في تاني، بسم الله، ما تخافش مستر بريبر. كده احنا معانا ليفل تاني تقريبا، حلو جدا. خدنا شوية حاجات لطيفة، يلا يلا بينا نطلع. ايه، جو باك، نطلع المول ده، حلو جدا. هنا معانا ايه؟ ناخد دول، مش هيعرف، مينفعش نسيب ده صح؟ لا. طيب تعالى نطلع لليفل 1، نبيع شوية حاجات، نحاول فين او هنا نبيع الحاجات لمستر بوب،
مستر بوب تريد هنلغي. ماشي احنا صلحناه. ماشي ماشي انا غلطت. انا بص التاني كاسيت حلو جدا تقريبا ده لو فكرته هيديني شوية حاجات استخدمها يعني. يعني مش ملوك اوي انا. ماشي بلا 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 need careful from here. تمام خلي بالك بعد وانت نازل في المنجم بعد كده في خطر. بلا بلا هو احنا هو عايز الجاكيت بتاعه. انا مش عارف ايه الجاكيت بتاعه ده. هندور عليه اكيد. ريد ممكن يشتري منه ايه. في كتاب هنا بتاع بيلدر اشتري. اشتري في كتاب هنا اسك. نسأل على الكتاب ده ممكن ناخده. جرد هيلب من الوزن كويس. I'm looking for information. Declare shame. Ask me again. هو بيقول ان انا بسأل عليه عشان واحد صاحبي بيسأل عليه فممكن تدهوني وكده. Sounds like something right. خدناه. زي الفل. تعال نرجع بقى. نرجع نعمل ايه؟ نشوف 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 المكنة اللي شغالة صح؟ تتشارج زي الفل. نعمل الحاجات اللي هنا. تعال نرجع تاني لمستر بريبر. مستر بوب سوري. تريد في حاجة كده لقيناها 50. واو حلو زي الفل. هنرجع بيتنا نفضي شوية الحاجات اللي معانا وممكن نرجع تاني. احنا عموما يعني ايه فاضل لنا في ليفل زيادة في المنجم ممكن نوصله وده هيساعدنا كتير برضو ان احنا نجمع حاجات فيها. المكنة دي شغالة في مكنة في ليفل 1 صح شغال. ما هي اللي احنا كنا عندنا. ارجع بيتنا معززين مكرمين. ممكن نحول لنا نيب كده سريع بس نيجي هنا بسرعة. ننزل احنا معانا اي ستون معانا بوم خليهم معانا. نزل ده جنب اخته معانا. ايرون معانا. الكتاب ده ممكن نديه للراجل. ومعانا ده زي الفل. معانا فلوس حلوة يعني. طب تعالى نيجي هنا بسرعة نبعت للراجل الكتاب بتاعه. خد حلو جدا. في هنا جورنونة او حاجة. خد ده خش يا رب جورنون. ده مش المية هتقطع في وقت ما. تمام جدا. احنا مطلوب هنا ايه دلوقتي؟ حديد. ننزل نفك الأول بسرعة. خلي ده هنا جنب فوق. نفك ده زي الفل. ومعانا بوم عايزين نفكهم. فك الاتنين دول حلو جدا. هنطلع هنا كده نشوف معانا ايه. معانا ميتال اتنين معانا 18 ستون. الحاجات دي تقريبا هنستخدمها بعدين. طب ما تيجي نتريد. حلو جدا خدنا فلوس وفي جواب. طب تعالى نعمل تريد سريع كده. عايزين شوية حديد نجيب. دي بتدينا اتنين. اتنين يبقى اتنين واتنين وتلاتة مثلا زي الفل. احنا ممكن نتريد معاه بايه؟ بالميتال؟ لا بلاستيك؟ لا الكترونكس؟ لا برضه. طب هاتلي دول. في معاه حديد في خشب. نجيب دي تريد زي الفل. هنخش ننام شوية قبل ما الحاجة تيجي كده. احنا وصلنا لنص الطريق تقريبا يعني. دخلنا في المنجم شوية حلوين و بنحاول نجمع فلوس عشان نعمل ابجريد الورك بنش بتاعنا وده هيبقى شيء مفيد. بسم الله. حلو جدا. حاجة لسه ما جاتش. احنا عايزين ستون معناش ستون معانا ده خلاص لسه ما عرفناهوش. Thank you very much for the book. I was very I have a flow request. ماشي ماشي كل ده غالي مش مشكلة خليه معانا. احنا معانا هنا اكل وحاجات. ممكن نشيل الملح ده هنا مثلا. الاكل ده تعالى نجيبه هنا. لا ناخد نصه
خلي معانا كله مش مشكلة. حاجة جت بيك اول، لازم نفك الحاجات دي هنا زي الفل، ودول كله دول بدون اتنين حديد، فك دول كلهم برضو زي الفل. احنا كده معانا 5 حديد وخشب وخشب، ودول كمان ممكن نفكهم كلهم، 3 دول كده احنا معانا 9 10 11 12. طب نتريد، معانا فلوس، معانا شوية فلوس حلوين نتريد في ده. 2 عايزين خشب، ده بيطلع لنا 10 خشب زي الفل. ناخد واحد من دي كمان، ممكن نتريد في شوية أكل، نتريد في واحدة من دي مثلا عشان احنا ايه بنجوع بسرعة. احنا معانا ايه؟ احنا معانا اكل اوريدي، بس ممكن نطلع ننام شوية واما ننام ناكل. احنا كده تمام، احنا منزلناش هنا بقالنا شوية صح؟ منزلناش هنا بقالنا شوية. في حاجات جت، نجمع الحاجات دي كلها في مية، ننزل هنا لو في أكل هنا أو حاجة، مفيش حاجة نضطر نطلع فوق هنا. نبدأ نفك خشب كده، يبقى معانا كام خشب؟ 15 خشب تقريبا. حلو أوي، الخشب كده معانا تمام. الميتال تمام تقريبا برضو، اه الميتال تمام، قدرنا نجمعه زي الفل. احنا محتاجين 1 ستون بس، نجيبه منين الواحد ستون ده؟ مش عارف، في ستون هنا مثلا، في هنا ستون، في ميتال، في ستون، في ميتال، زي الفل. حلو كرافت. اوه كده احنا عملنا تقريبا اول ميشن حطيناها لنفسنا ان احنا نعمل ابجريد للورك بنش، وده حاجة لطيفة جدا. جميل جميل. اوه فتح لنا اصلا، احنا ممكن كده نيجي هنا ناخد الماتيريال دي كده، مينفعش، ممكن ناخد كل الماتيريال اللي عندنا نحطها هنا كده. اوه اه ده ما ينفعش. طب ايه ممكن نعمل ايه بقى؟ ده جولد، او ممكن ابيع الجولد ده، احنا معانا دول، ممكن ننزل هنا وكده. ده مجانين ناكل حاجة زي الفل كده. احنا معانا ايه؟ حاجة كده، اما نفكها هتنزل واحدة اوتوماتيك في الستوريج اللي هنا وكده زي الفل. طب احنا بقى نشوف ايه الحاجات الجديدة اللي عندنا. عندنا ماشي صناديق، بوكسز، دي بتاعة الابجريد، فرن، فرن حلو، هنعمل ده. ايه 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 بيقول ايه دي كرافت؟ ايه معيش وزن؟ طب اعمل ايه؟ الحاجات اللي معايا ممكن اسيبهم، سيب دول هنا كرافت يعني برضو 82. طب سيب ايه؟ انا مش عارف، مينفعش اسيب ده هنا. طب اطلع فوق، سيب ده وسيب ده وسيب بنزين قشطة، سيب ده وسيب ده اللي معانا دول. طب ايه نسيب يا عم تحت؟ عايز اكرافت يا عم الفرن ده، ايه مالك؟ اوه حلو جدا، محتاجين ننام ونطلع فوق هنا ننام بسرعة، والصبح نعمل اللي احنا عايزينه. جميل جدا، احنا دلوقتي عملنا كرافتنج ابجريد قصدي للورك بنش بتاعنا. المفروض المفتش جاي النهارده، وفي نفس الوقت هنعمل حاجه جديده اللي هي الفرن ده. الفرن ده يا ترى هيفيدنا بايه؟ هنعرف مع بعض. صلوا على النبي بدل ما ينام ويصحى، وتعالوا نشوف ممكن نعمل ايه الفرن ده. يلا بينا، بس خلينا ما ننساش ان المفتش جاي لنا النهارده. يلا بينا. حلو جدا، حلو أوي، حلو شكل الورك بنش أصلا، شكله لطيف.
ممكن نستغنى عن اللومة دي كمان. هو جعان، جعانين جعانين. آش، واحنا بنكرافت مينفعش نوقف الكرافتنج كده، خسرنا 20 ساعة رغم ان احنا كان معانا اكل، بس ما خدناش بالنا من النقطة دي. ومفتش يدار جه ولا ما جاش، دي مشكلة بحد ذاتها. ايه اللي حصل يا ترى؟ مفتش جه، مفتش جه، احنا مش موجودين. اوف، مفتش جه، احنا مش موجودين ولا ايه؟ اطلع لي بسرعة هنا، مفتش هيجي تاني قريب. احنا عايزين ناكل، احنا معانا اكل بس احنا مكلناش للأسف. احنا ايه المفروض نعمل ايه؟ كرافتنج لسه ولا خلصنا لسه؟ الموضوع ده بيضايق، بس واحنا كده كده ما الراجل تقريبا جه ومعرفش يخش، فالموضوع جه سليم يعني، الدنيا مشيت معانا مفيش مشكلة. حلو، حط فين ده؟ عندنا هنا وهنا وهنا، حطه هنا. فك فك، ايوه تعال هنا، حلو جدا، انزل زي الفل. تعال ناخد اللمبة دي ننزل هنا، نعلق دي هنا في أي مكان، تنور لنا، نشينج الكرر. حلو أوي. هنا ممكن نعمل ايه بقى؟ ممكن نحط هنا ماتيريال تقريبا، مساحة في هنا ماتيريال، في هنا في روك، لم كل دول. تعالى هنا بسرعة، خد الروك ده ملت. تمام، حلو أوي. تعالى نشوف ممكن نكرافت ايه تاني. ممكن نكرافت ليدر، سلالم حلوة، ده بتاع كهربا، حاجات للمية والأكل، ده بيزود الزرع وكده. دي تراب، ممكن نعمل تراب. نايف ماين. اوه ناقصنا ايه هنا؟ كام؟ 3 ازاز، في ازاز هنا، 3 ازاز ازاز ازاز. لأ بس احنا معانا طوب كتير. مفيش ازاز هنا، في ازاز هنا، في حاجات كتير اوي هنا برضو ممكن نستفيد منها. هنحطهم هنا، سيب الكلام ده كله هنا. حلو اوي. محتاجين ايه؟ محتاجين ناخد 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 هنا في طوب كتير، اشغله مساحة. مية، بنزين، مفيش مساحة معانا. ليه معناش مساحة الطوب ده كتير؟ طب سيب الطوب ده، هو تحت البتاع ده اشتغل؟ هو عايز خشب، خشب صح؟ احنا معانا خشب، معانا جراون وود زي الفل. انزل اشحن ده، حلو كده اشتغل. تعالى نطلع هنا نتاجر في، نقدر في ايه؟ في ايه؟ في اللمضة دي. بتجيب لنا ازاز دي، نجيب 1 2 3 تريد. حلو جدا، كنا عايزين هنا نكرافت الفخ ده. وود 1، نعمل كام واحد؟ نعمل 3. احنا معانا طعم 2 3. حلو جدا، الراجل جه ومع الإزاز، ننزل نفكه، فك دول. حلو جدا كده، تقريبا نقدر نعمل الهلمنت دي. حلو أوي الهلمنت كده، احنا بنكرافت الهلمنت وكده. ممكن نروح أي مكان بالليل، أو ممكن نخش المانجا براحتنا. محتاجين ننام ولا تعسيلة؟ لحد كده ممكن نوقف الحلقة بتاعت النهاردة، لأن احنا فعلا تعمقنا في المنجم، وكمان عملنا كرافتنج للورك بنش بتاعنا وجددناه، وكمان بنينا الفرن دون. فلحد كده ممكن نوقف الفيديو بتاع النهاردة، ومتنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنى الفيديو اللي جاي. شكرا جدا للمتابعة، متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، متنساش. السلام عليكم.